بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بكم مره ثانيه على رسالنا. نكمل مع بعض النهارده يونت 2. هنكمل مع بعض اسئله لسن 1 و2 اللي هو الجزء اللي كان فاضل الجنرال اكسرسايز. هيبدا معانا من صفحه 86 وهو بس صفحتين او ثلاثه، هيخلص معانا صفحه 88. هما 3 صفحات بس يبقى في ترجمه ويبقى في قطعه. في اخر الفيديو هقول لكم على السؤال، واللي يعرف اجابه السؤال يحله لي او يكتب الاجابه بتاعته في الكومنتات. اول سؤال معانا بيقول: محمد صلاح is a role not to millions of young people around the world. محمد صلاح ده رول اكزامبل مثال ولا ميدل ميداليه ولا موديل؟ رول موديل معناها النموذج يحتذى به او مثل اعلى، ولا رول فيجر فيجر معناها شكل؟ فناخد رقم سي، محمد صلاح مثل اعلى لملايين الشباب في العالم. رقم 2، all the children are taught together in one class regardless of their نقط. كل الطلاب يتم تعليمهم مع بعض في فصل واحد بغض النظر عن نقط. عن availability، كلمة availability دي الاسم من كلمة available أو فعل available اللي هي متاح، فـ availability هي الاسم اللي هي الإتاحة، ولا stability بغض النظر عن الاستقرار، ولا charity الأعمال الخير أو الجمعية الخيرية، ولا community بغض النظر عن مجتمعهم. فناخد رقم دي، بغض النظر عن المجتمع أو البيئة أو المكان اللي اتربيت فيه، كل الطلاب بيتعلموا مع بعض في مكان واحد أو في فصل واحد. رقم 3، you should always not your oil, water and tires before taking your car on a long trip. You should always test، تختبر الزيت والمية والإطارات بتاع العربية قبل بتروح أو قبل ما تطلع في رحلة طويلة، ولا الدونيت تتبرع بالزيت أو بالبترول والماء والتايرز الإطارات، ولا reduce تقلل الحاجات دي، ولا تتشيك تتفحص أو تفحص الزيت أو البترول. فناخد رقم دي، لازم تتأكد أو تفحص الزيت أو البترول والمية والإطارات قبل ما تاخد العربية بتاعتك في رحلة طويلة. رقم 4، I had my new flat not it's amazing. حليناها قبل كده مرتين في الفيديو اللي فات، وهي السببيه. السببيه ان اخلي حد او انني اعمل حاجه بواسطه شخص اخر، وقلنا من غير ما تفهمها انت بس محتاج تعرف التركيبه بتاعتها اللي هي have او has او had بعدين الاسم وبعدين التصريف الثالث. have او has او had بعدين الاسم وبعدين التصريف الثالث. عند هنا have او اللي هي had، هنا التصريف بتاعها had وبعدين الاسم فاضل لي التصريف الثالث. فاخد رقم سي، I had my new flat decorated، خليت حد يزين لي الشقه بتاعتي. 5، my mother sold all her jewelry and donated the money to نقط. امي باعت كل الجولري او المجوهرات بتاعتها وتبرعت بالفلوس لي. هتتبرع بالفلوس لي charity جمعيه خيريه، ولا company شركه، ولا work house، ولا organization منظمه؟ فاكيد هتتبرع بيها لمنظمه خيريه او لجمعيه خيريه. رقم ايه؟ هتتبرع بالفلوس لجمعيه خيريه. رقم 6، after the train accident many of the knot are still in a serious condition. بعد حادثة القطار العديد من الناس في ambitious طموحين، ولا أو العديد من الناس المصابين injured، ولا killers القاتلين، killers اللي هو القاتل الشخص اللي بيقتل، ولا dead ميتين. أكيد مش هقول إن في حد قاتل في serious condition في حالة خطيرة، ولا حد ميت في حالة خطيرة، ولا حد مثلا طموح وهو في حالة خطيرة. أكيد هقول إن الشخص أو الناس أو العديد من الناس المصابين حالتهم خطيرة، فأخد رقم بي، العديد من الناس الانجرد المصابين. 7، علي is very not as he is willing to give money and spend time in order to help people or give them pleasure. علي شخص not عشان هو دائما ما يعزم او هو عازم، willing معناها عازم على اعطاء المال وانفاق الوقت قضاء الوقت من اجل اسعاد الناس او من اجل مساعدة الناس. فكده علي شخص generous شخص كريم، ولا miser بائس، ولا ambitious طموح، ولا بريف شجاع. فكده علي شخص كريم، الشخص اللي بيدي فلوس للناس عشان يساعدهم ده شخص كريم جنرس. رقم 8، some people like الاهلي team not like الزمالك. بعض الناس بيحب الاهلي واخرون بيحبون الزمالك. عندي في الاختيارات another و other و others و the others، هنفرق بينهم دلوقتي. اول واحدة another قلت قبل كده ان بيجي بعدها اسم مفرد، اسم مفرد او عدد. هنا بعد الجملة هنا او بعد النقط مفيش اسم مفرد ولا في عدد، فمش هياخد another. بعد كده other بيجي بعدها اسم جمع او اسم غير معدود، اسم جمع او اسم غير معدود هنا مفيش فمش هاخدها برضو. بعد كده others و the others، others دي فينفع اجيب بعدها فعل فهاخدها رقم C. بعض الناس بيحبون او بيحبوا الاهلي او فريق الاهلي، اخرون others معناها اخرون بيحبون او بيحبوا نادي الزمالك. بدل others دي كان ممكن اقول other people، يعني others دي بتساوي other people. others هي other زائد الاسم، others هي other زائد الاسم. فلو هنا كان في كلمة people كنت خدت other، بما ان مفيش كلمة people مفيش اسم فهاخد others.
رقم 9 my wife helped me not my car. زوجتي ساعدتني في نقط او في حاجة خاصة بالعربية. helped me wash ولا to washing ولا washed ولا washes. كلمة help او فعل help بياخد يا اما حرف الجر to وبعدين المصدر، يا اما بياخد المصدر لوحده، يا اما بياخد حرف الجر with وبعدين ال ing. فانا عندي هنا المصدر لوحده موجود to والمصدر مش موجودة، هنا to ing ما تنفعش. عندي هنا فعل في التصريف الثاني ما ينفعش. عندي هنا ده مضارع بسيط، انا مش عايز مضارع بسيط، انا عايز المصدر. هاخد رقم ايه؟ لو هنا with بدل to كنت خدتها برضو، ولو هنا برضو ال ing دي مش موجودة كنت خدتها، كانت هتنفع. فينفع اقول wash او to wash او with washing، فباخد اي واحدة منهم ايا كانت الاختيارات. رقم 10 turn off the lights when you're not the room. اغلق الانوار او اطفئ الانوار لما انت تبقى ناط الغرفة. when you leave ولا leaves ولا we're leaving ولا had left. فناخد رقم ايه؟ اطفئ الانوار لما تغادر، عندما تغادر الغرفة. 11 lazy students never know the exam with high marks. الطلاب الكسولين عمرهم ما بيجتازوا الامتحان بدرجات عالية. never passed ماضي بسيط ولا passing ولا passes ولا pass. الفعل عندي هنا حاجة جمع lazy students الطلاب الكسولين، فهنا جمع، فالجمع مش باخد معاه اس، بجيب معاه الفعل في المصدر فياخد رقم دي الأخيرة. الطلاب الكسولين never pass عمرهم ما بيجتازوا. never هنا بستخدمها للنفي، never بستخدمها مع المضارع البسيط للنفي. 12 it was warm so I not off my coat. الجو كان دافئ عشان كده I took ولا take ولا will take ولا I'm taking. محتاج هنا الزمن، بقول لك it was warm الجو كان دافئ، فأنا محتاج هنا الماضي البسيط اللي هو كلمة took. I took off. 13 my son not plays in the street. he really doesn't like it أو doesn't like that. هو ما بيحبش يعمل كده، ما بيحبش يعمل الحاجة دي. ف my son ever ولا always ولا doesn't ولا never. ف my son never. my son never plays in the street. ابني عمر ما بيلعب في الشارع. في الجملة دي احنا ما خدناش doesn't لأن الفعل جاي آخره اس، و doesn't يبقى بعدها الفعل في المصدر. فزي ما قلت أنا ممكن أستخدم never عشان أنفي. 14 students not by their teachers to do well in their exams. الطلاب نقط بواسطة المعلمين بتوعهم عشان يحلوا كويس في الامتحانات. الطلاب encourage يشجعوا، يشجعوا بواسطة المدرسين ولا encouraged شجعوا ولا are encouraging يشجعوا برضو بس في المضارع المستمر ولا are encouraged مبني المجهول، فهياخد رقم دي. المعلمين بيشجعوا الطلاب، المعلمين بيشجعوا الطلاب، فالطلاب لما ابدأ بيها، لما ابدأ بالمفعول، فأنا كده محتاج المبني المجهول اللي هي رقم دي. 15 نهى no longer not horror films as she used to. نهى لم تعد نقط أفلام الرعب كما اعتادت. نهى لم تعد نقط أفلام الرعب كما اعتادت زي ما كانت متعودة. no longer watches ولا watched ولا is watching ولا watch. نهى ده فعل مفرد، فالفعل المفرد ده ياخد معاه اس فياخد no longer watches. خدتها مضارع عشان هي ما بتعملش الحاجة دي زي ما كانت متعودة عليها الأول. الماضي كانت هي متعودة، أما دلوقتي she no longer does، ما بتعملش كده تاني، مش بتشوف أفلام رعب تاني. 16 many scientists are admired and not for their great achievements. الكثير من العلماء بيبقوا معجبين أو الناس بتعجب بيهم وبتقدرهم وبتكرمهم على إنجازاتهم. admired and honoring ولا honored ولا are honored ولا honor. honor اللي هو الشرف أو التكريم. honor اللي هو الشرف أو التكريم. فعند الفعل اللي قبلها اللي هو ده جاي في التصريف الثالث are admired مبني المجهول. الفعل اللي بعده برضو اللي انا هختاره هنا هيكون برضو نفس الموضوع في المبني المجهول وهيكون في التصريف الثالث، هياخد honored. انا حتى لو ما فهمتش الجملة بس هعرف اجيبها من هنا. الاثنين او الفعلين مضافين على بعض، الفعل ده جاي قبل are، المفروض برضو هنا اقول are honored بس باختصار او عشان ما اجيبش الكلمة كتير ما اكررهاش كتير، بضيف الفعلين على بعض فبقول are admired and honored. بعد كده في الانسس بيس once I watched a very frightening film. قبل كده انا اتفرجت على فيلم رعب، فيلم مخيف قوي. at a friend's house في منزل حد من اصحابي. the story of the film was that القصة بتاعت الفيلم كانت بتتكلم عن of a man who followed a girl، شخص بيجري ورا فتاة او شخص راجل بيتبع فتاة، يتبع الفتاة بيمشي وراها. and killed not late at night وقتلها او بيقتلها متأخر او في وقت متأخر من الليل. followed a girl اتبع الفتاة او يتبع الفتاة and killed the girl برضو هيقتل الفتاة، بس عشان ما اكررش الاسم بعوض عنه الضمير فهقول and killed her and killed her
وقتلها. I left my friend's house. سبت بيت صديقي. And not a bus to my house. وخدت الباص أو خدت الأتوبيس لمنزلي. I took. And I أو and took. Left and took. نفس الموضوع برضو، ضفت الفعل ده على الفعل ده، فالاتنين بيجوا في نفس الزمن. A man sat next to me. كان في راجل قاعد جنبي. Began looking at me. بدأ يبص عليا. But I not care. لكن أنا ما اهتمتش. But I didn't care. But I didn't care. لم أهتم. Didn't care. When I got off the bus. لما نزلت من الأتوبيس. He followed me. فضل ماشي ورايا. I hurried to my house. كنت بجري أو كنت بسرع لحد البيت بتاعي. Feeling sure that he would hurt me. متأكد إن هو هيأذيني. Finally في النهاية. I knocked the door of my flat. وصلت عند باب الشقة بتاعي. I reached. I reached. أنا وصلت عند باب الشقة بتاعتي. I reached. كده القطعة خلصت، بس لو عايز أعرف إيه اللي حصل في الآخر، فهو ما كانش هو طلع بس في الآخر جاره، ما كانش بيجري ولا حاجة. He came near me. قرب مني. And told me. وأخبرني. That he was my new neighbor. كان هو جاره مش أي حاجة يعني. بعد كده القطعة، القطعة صغيرة قوي، بتتكلم عن التدخين، التدخين وأضراره. Smoking cigarettes and pollution represent two fearful enemies. التدخين والتلوث، التدخين والتلوث يمثلان عدوان مخيفان. التدخين والتلوث يمثلان عدوان مخيفان. To man للإنسان. As they destroy health and bring about suffering and death. لأن هم بيدمروا الصحة وبيؤدوا إلى المعاناة والموت. Smoking is one of the most important factors. التدخين من أهم العوامل. In the development of heart diseases and cancer. التدخين من أهم العوامل اللي بتساعد على تطوير أمراض القلب والسرطان. Doctors have proved that. الدكاترة أثبتوا أن the smoker's lungs. رئتين، الرئتين بتوع الشخص المدخن. Throat الحلق بتاعه. And respiratory system اللي هو الجهاز التنفسي. Are often attacked by cancer. السرطان بيهاجم الشخص اللي بيدخن، بيهاجمه في الرئتين وفي الحلق وفي الجهاز التنفسي. Male cigarette smokers. المدخنين الذكور، المدخنين الذكور have a higher death rate from heart disease. عندهم معدل وفيات أعلى من أمراض القلب than non-smoking males. أكتر من الناس اللي ما بيدخنوش. يعني الناس اللي بتدخن، الذكور اللي بيدخنوا، معدل الوفيات بتاعهم أو من أمراض القلب، معدل الوفيات بتاعهم من أمراض القلب أكتر بكتير من الناس أو من الذكور اللي هم مش بيدخنوا. Female smokers اللي هم المدخنين النساء are less affected. بتأثروا بشكل أقل. As they don't breathe in the smoke so deeply. لأن هم مش بيستنشقوا الهواء أو الدخان بشكل عميق أو so deeply. So لذلك smoking is banned in cinemas. التدخين ممنوع أو محرم في السينمات، theaters المسارح، and all closed places وكل الأماكن المغلقة. In some other places في بعض الأماكن الأخرى there are rooms في غرف allotted for smoking مسموح فيها أو معمولة للتدخين. To protect non-smokers عشان يحموا الناس اللي هم الغير مدخنين. From its dangers من خطر التدخين. They are helpless victims since they inhale poisonous gas عشان هم بيستنشقوا غاز سام. They هنا بتعود على الأشخاص اللي مش بيدخنوا. Ash اللي هو الغبار. النيكوتين، نيكوتين دي مادة موجودة في السجاير. They receive much more harm بيستقبلوا أو بيحصلوا على ضرر، بيصابوا بضرر. More harm than the smokers themselves. الأشخاص اللي مش بيدخنوا لما بيقعدوا جنب شخص بيدخن وبيستنشقوا الهواء أو الدخان بتاع السجاير ده، هما بيتضروا أكتر من الناس اللي بتدخن. يعني لو أنت مش بتدخن وقاعد جنب واحد بيدخن، فأنت بتتصاب أو بتتضر أكتر منه. هنشوف الأسئلة بتاعتها. Smokers must give up this bad habit so that as أو so as to. المدخنين لابد أن يقلعوا عن هذه العادة. عندي أو لي السبب عشان receive valuable basis of advice، ولا keep healthy عشان يحافظوا على صحتهم، ولا keep away from closed places، ولا avoid public places فعشان أو هم المفروض يبطلوا التدخين عشان يكيب healthy عشان يحافظوا على صحتهم. رقم 2. Doctors have recently proved that smokers are often exposed in. الدكاترة أثبتوا دلوقتي إن السموكرز أو المدخنين معرضين للأذى ومعرضين للخطر في non-smokers attack إن هو الناس مش بتدخن يهاجموهم، ولا punishment العقاب، ولا good health الصحة الجيدة، ولا serious illness فناخد الأخيرة. هم معرضين ان هم يصابوا بامراض خطيره. رقم 3. What does the underlined pronoun they refer to. الضمير they كان بيعود على مين؟ قلت في القطعه ان الضمير they بيعود على الاشخاص اللي مش بيدخنوا. كان الى هنا هو they are helpless victims. اهي they are helpless victims. فناخد اللي هي النون سموكرز اللي هي رقم B. الاخيره
not smokers have a higher death rate from heart disease. مين اللي كان عنده معدل وفيات اعلى من امراض القلب، كانت الذكور ولا الاناث؟ قال هنا ان الذكور المدخنين عندهم معدل وفيات اعلى، هناخد رقم سي الميل الذكور. بعد كده الاسئله المقاليه، اول سؤال فيها بيقول how far is cigarette smoking dangerous، لاي مدى السجاير او تدخين السجاير خطر؟ هنجيبها من قطعه، كان بيأثر على الرئتين وعلى الثروت الحلق اهي. هنقول doctors have proved that the smokers lungs throat and respiratory system are often attacked by cancer. الرئتين والحلق والريسبيراتوري سيستم اللي هو الجهاز التنفسي، كل دول بيصابوا بالسرطان، كل دول بيصابوا بالسرطان بسبب التدخين. ده كانت رقم 5. بعد كده رقم 6، why are female smokers less harmed than male ones؟ ليه الستات اللي بيدخنوا بيتأذوا اقل او بيتضروا اقل من الرجاله؟ في القطعة قال عشان ان الستات مش بيستنشقوا الهواء او الدخان بشكل عميق. هنجيبها من هنا من القطعة اهي، female smokers are less affected as، من اول هنا، as they don't breathe in the smoke so deeply. دي الاجابة بتاعتنا على رقم 6. اخر سؤال، find a word in the passage which means allowed. عايز كلمة من قطعة معناها مسموح، عايز كلمة من قطعة معناها مسموح. كان في كلمة شبهها شوية اللي هي كلمة اهي، هنجيبها دلوقتي اهي، there are rooms allotted، غرف مسموح فيها التدخين او غرف معمولة عشان التدخين، فاللاود ممكن نعتبرها allotted اللي هي دي. بعد كده الترجمة، ثلاثة من العربي للانجليزي وثلاثة من الانجليزي للعربي. اول سؤال بيقول our parents exert great effort to please us and profit a happy secure life for us. We really owe much to them. الكلمات الأول، كلمة exert معناها يبذل، exert معناها يبذل، ودايما بتيجي مع كلمة efforts اللي هي جهود، exert efforts يبذل جهود، to please عشان يسعد، provide معناها يمد أو يوفر، secure معناها آمن، life اللي هي الاسم معناها الحياة. فعلى بعضها هنقول يبذل الآباء جهودا عظيمة لإسعادنا، to please أصل إسعادنا، وتوفير حياة سعيدة وآمنة من أجلنا، وتوفير حياة سعيدة وآمنة من أجلنا، ونحن حقا ندين لهم الكثير. يبذل آباؤنا جهودا عظيمة لإسعادنا وتوفير حياة سعيدة وآمنة من أجلنا، ونحن حقا ندين لهم بالكثير. دي كانت أول واحدة. رقم 2، at the international level صلاح represented Egypt and Tiath level winning a bronze medal in the African under 20 cup of nations. international level على الصعيد الدولي، صلاح represented معناها صلاح يمثل، Egypt اللي هي مصر، Tiath level على مستوى الشباب، winning معناها الفوز، البرونز ميدال اللي هي الميدالية البرونزية، افريكان للافريقي، فهنقول على الصعيد الدولي، فقد مثل محمد صلاح مصر على مستوى الشباب، وقد فاز بالميدالية البرونزية في كأس الأمم الأفريقية تحت سن 20 سنة أو تحت 20 سنة. هقولها مرة تانية، على الصعيد الدولي، مثل محمد صلاح مصر أو قد مثل محمد صلاح مصر على مستوى الشباب وفاز بالميدالية البرونزية في كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة. دي كانت رقم 2. هنشوف رقم 3 والأخيرة، natural disasters like earthquakes, hurricanes and volcanoes can cause tremendous havoc. natural disasters معناها الكوارث الطبيعية، natural disasters كوارث طبيعية، earthquakes اللي هي الزلازل، hurricanes معناها أعاصير، volcanoes اللي هي البراكين أو ثوران البركان، cause معناها يسبب، tremendous معناها هائل، havoc اللي هو الدمار، tremendous معناها هائل وhavoc معناها الدمار. هنقول يمكن أن تتسبب الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والأعاصير والبراكين في دمار هائل. دي كانت الترجمة من الإنجليزي العربي. بعد كده آخر ثلاثة معانا، أول واحدة فيهم بتقول لكي نتمكن من الحياة بسعادة وارتياح هناك سبيل واحد، وهو أن يتم منحنا الفرصة الحقيقية للحصول على تعليم جيد نتمكن من الحصول على عمل جيد في المستقبل. الحياة بسعادة اللي هي live happily، happily وارتياح comfortably، to live happily and comfortably. سبيل معناها الطريقة اللي هي way، منح اللي هو give، انك تمنح لحد حاجة معناها تعطيها له او تديها له، فهي give. فرصة معناها chance، حقيقية معناها real او true. حصول اللي هو get، تعليم جيد good education، عمل جيد good work، مستقبل اللي هو future. فنبدأ من النص أو من أول هنا، هقول giving us a true chance to get a good education and to get a good job in the future is the only way، هو الطريقة الوحيدة أو السبيل الوحيد
to live happily and comfortably. To live happily and comfortably. أقولها مرة تانية. Giving us a true chance to a good or to get a good education and to get a good job in the future is the only way to live happily or to be able to live happily and comfortably. دي كانت أول واحدة. الثانية: إن مصر في انتظار جهود الأبناء والعلماء وأهل الفكر والإبداع، وتطلع إلى أبنائها المخلصين لاتخاذ خطوات فعالة للارتقاء بالأمة. انتظار معناها in waiting، جهود اللي هي efforts، أبناء اللي هو sons، علماء اللي هو scientists، أهل الفكر اللي هم thinkers المفكرين. تتطلع إلى aim at أو look forward to. المخلصين معناها loyal، مخلص معناها loyal. خطوات اللي هي steps، فعالة effective، ارتقاء، ممكن تقول to develop. أمة اللي هي nation. هنقولها على بعضها. هنقول Egypt is waiting for the efforts of her sons, scientists and the men of thought اللي هم المفكرين and creativity. Creativity اللي هو الإبداع. And also look forward to وكمان بتطلع إلى to her loyal sons أبنائها المخلصين to take effective steps اتخاذ خطوات فعالة to upgrade the nation عشان أو لتطوير الأمة. Egypt is waiting for the efforts of her sons, scientists and the men of thought and creativity and also looks forward to her loyal sons to take effective steps to upgrade the nation. دي كانت الثانية. آخر واحدة معنا بتقول: يجب أن يكون المتبرع بالدم في وضع صحي لائق ليقبل تبرعه دون التأثر أو دون التأثير على صحته، ويجب أن يبقى لمدة 5 دقائق تحت الملاحظة الطبية. هقولها على طول: Blood donor المتبرع بالدماء should be in a good health، يجب أن يكون في صحة جيدة. To accept their donation، to accept their donation عشان نقبل تبرعهم. Without affecting their health، بدون تأثير على صحتهم. And should be under medical observation for 5 minutes، ويجب أن يبقى لمدة 5 دقائق تحت الملاحظة الطبية. Observation معناها ملاحظة، medical معناها طبية. هقولها تاني: Blood donor should be in a good health to accept their donation without affecting their health and should be under medical observation for 5 minutes. السؤال اللي قلتلكم عليه هيظهر دلوقتي على الشاشة، اللي يعرف الحل بتاعه يكتبه لي في الكومنتات. لو أول مرة تشوف فيديو على القناة دي، يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. ولو أنت بتتفرج على فيديوهات من غير ما تشترك، فيا ريت تشترك وتفعل زر التنبيهات لو عايز يجيلك إشعارات بكل فيديو اللي جاية. ما تنسوش كمان تزور صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقوا اللينك بتاع تحت وصف الفيديو ده. أشوفكم إن شاء الله الفيديو اللي جاي، وربنا يوفقكم.